في أي حاجة. إذن مشاهدينا كنتواجدوا بشارع الرياض ومحمد السادس، كيف كتشوفوا شارع هام واستراتيجي وجذاب نقولها صراحة، ولكن هذا المشهد هذا اللي كتشوفوا فيه هو يعني اللي مخسر الجمالية ديال هذا الشارع. أنتم تشوفوا الحاوية جد متهالكة، والحاويات ما كافيينش في هذا الشارع هذا، وخصوصا هنا كاين مدارس، كاين واحد المستوصف حضري، وكاين المركز ديال الامراض المزمنه، وانتم كتشوفوا دابا بالصوره ولكم التعليق، يعني شوفوا هذه الازبال هذه، يعني ما كاينش واحد الحاويه، كلها متهالكه، ما كاين ما يتشاف فيها، ما نقدروش حنا نقربوا. كنت تشوفوا الذباب اللي كاين هنايا، هاك سير قرب، سير قربوا صور هذا الشيء تماك، عاود رجع انا عندي الحساسيه. إذن راكم شفتوا معنا، شفتوا الحاوية كيداير الشكل ديالها، راكم شفتوها. اش غادي نقولوا نتمنوا المسؤولين بالمحمدية، نقولوا نتمنوا السيطرة انها تصوب. هذا الكلام هذا ما بقاش كيدخل للعقل، وما بقيناش كنقدروا نقولوه. إذن شنو اللي غادي نقولوا؟ حنا كنعاودوا نطلبوا ان الجامعة ديال المحمدية تفسخ العقدة ديالها عاجلا مع هذه الشركة الغول، اللي كيف ما الشركة كيف ما الجماعة ديال الدار البيضاء فسخات معها العقدة، كنتمناو من الجماعة ديال المحمدية حتى هي، خاصة ونحن مقبلون على دورة المجلس البلدي نهار 5 أكتوبر، كنتمناو يتطرقوا لهذا الملف. إذا كما كتشوفوا حنا قريب من المستوصف ديال الأمراض المزمنة ديال البرادعة، وقرب مع عدد كبير من المدارس، وكما كتشوفوا راه عينا ما نديروا اللايف ديال بحال هكا ديال الأزبال، عينا ما نديروا، ولكن خصنا ضروري نبقاو نديروه مهما تكون نبقاو نديروه إلى أن يحدث التغيير. إلى اللقاء.